السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في درس جديد. الدرس هذا خاص بالنسبة للتلاميذ في المدرسة في السنة الأولى إعدادي في مادة الرياضيات مسلك دولي. على الدرس ديالنا اللي هو سيركل إي ديسك، يعني غنتعرفوا على أشنا هو سيركل اللي هي الدائرة بالعربية، ثم غنتعرفوا على أشنا هو ديسك اللي هو بالعربية القرص، داكوغ، وغنتعرفو على أشنا هو الفرق بين سيركل و ديسك. دونك دابا ندوزو لا ديفينيسيون دون سيركل. لو سيركل سي هي لونسومبل دي بوان دي بلون سيتوي على ميم ديستانس ار دان بوان او، اون نوت سي اونتر بارونتيز او ار. دونك لا ديفينيسيون ديالنا تتقول كو هاد الدائرة هادي سي فهي مجموعة من النقاط اللي تتبعد لينا على لو سونتر ديال الدائرة بنفس المسافة، داكو؟ دونك بنفس المسافة. دونك دابا نتعرفو على المميزات ديال الدائرة ديالنا. دونك عندنا او كيتسمى لو سونتر دو سيركل اللي هو مركز الدائرة، عندنا غايون R اللي تيتسمى شعاع الدائرة، دونك من هاد لو بوان لهنا تيتسمى شعاع الدائرة، ولا من هنا لهنا تيتسمى شعاع الدائرة، ولا من هاد لو بوان اللي هو مركز الدائرة لهنا تيتسمى شعاع الدائرة. ثم عندنا ديامتر اللي هو القطر، دونك من هاد لو بوان لهاد لو بوان تيتسمى ديامتر. ثم عندنا كورد اللي هو من هاد لو بوان وهاد لو بوان تيتسمى كورد. ثم عندنا لارك اللي هو قوس ديال الدائرة، دونك من هاد لو بوان وهاد لو بوان تيتسمى لارك، داكوغ. دونك دابا ندوزو لابليكاسيون باش نحاولو ما امكن نفيكسيو لي زيدي ديالنا. دونك بقاو معايا وحاولو ما امكن هاد لابليكاسيون هدا نديرو بوز الفيديو وتجاوبو عليه، داكوغ. Donc, là, sous LDN, corps représente corps le cercle séquence. Et ni, corps représente le point O, l'inisbel TRDN. Et aussi, corps représente les segments OA, les voies le segment ADA, adoquette AAD, OB, les voies ADA, OE, les voies ADA, AE, les voies ADA, comme AB. D'accord? ثم عندنا لا ديغنييي كيسيون اللي هي كو ريبريزون لا بارتي دو سيركل سيتوي اونتر ا اي او. دونك اش تمثل لينا هاد لا بارتي هادي اللي لا بارتي من الدائرة اللي كاينة ما بين ا اي او، داكوغ. دونك حاولو ما امكن كيما قلت ليكم ديرو بوز وجاوبو على هاد الاسئلة هادو. دابا ندوزو لا كوريكسيون ديالنا. Donc, le point O est le centre du cercle. Donc, le point O est le centre du cercle. Les segments OA, OB, OE, OA, OB, OE sont des rayons romains. Je vais dire TRDN. Tout maintenant, les segments AE est une corde. Donc, avec le segment AE, c'est une corde. Tout maintenant, le segment AB est un diamètre. Donc, avec le segment AB, c'est une propre et d'ailleurs. Tout maintenant, la partie du cercle située entre A et E est l'arc AE. Donc, avec la partie, la juste من الدائرة اللي بين النقطة A والنقطة B فهو يتسمى قوس AE. داكوغ. دونك دابا ندوزو لو ديسك ديالنا. دونك لا ديفينيسيون دون ديسك. لو ديسك D est l'ensemble des points des plans situés à une distance de O inférieure ou égal à R. On note D
entre parenthèses, O, R. D'accord? Donc, maintenant, le disque tienna, le voile force, par où je m'en amène à l'enquête, elle l'a dit, c'est à Wajed, pour le massafa, min O, c'est le dos à la O, ou à sa gira à la R. D'accord? Donc, il faut être dans l'enquête, ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا دونك هذا هو لو ديسك ديالنا ثم عندنا لو سيرك اللي هو اللي هي الدائره دونك حاولوا ما امكن ديروا الفرق بين لو ديسك ولو سيرك دونك لو ديسك فهو شي حاجه عامره باش تشدوك باش تشدو هاد لا ديفينيسيون هذا شي حاجه عامره من الوسط كيتسمى ديسك شي حاجه عامره من الوسط كيتسمى ديسك سيركل فهي فقط خاوية من لونس داكور اندوزون تعرفوا على اشنا هي لا طونجونت ا ان سيركل يعني مماس ديال الدائرة اي بور تراسي لا طونجونت تناخدو الميزوات ديالنا و تنحطوها على هاد الشكل هدا و تنرسمو واحد لاطوار اللي تمر لينا واحد النقطة من الدائرة اللي هي هادي و تنسميوها ا داكور و هاد لاطوار هادي هي اللي تسمى المماس ولا لا طونجونت دو سيركل يعني مماس دائرة وتلاحظوا بان دي طونجونت دو سيركل سينيفي كو هاد لا ديستانس او ولا هاد لا دغوات او ا اي بيربونديكولير او دغوات دي داكور دونك باش ترسموا المماس ديالنا تلاحظوا بان هاد لا دغوات هادي او ا تتكون عمودية على المماس د داكوغ دونك دابا تعرفنا على كيفاش نرسمو لا طونجونت ديالنا واستنتجنا بأن لا دغوات أو أ إي بيربونديكولير أو دغوات د هذا هو الرمز ديال لا بيربونديكولاريتي ديال التعامل دونك ألوغ دابا ندوزو نتعرفو على شناهو البيغيمتر دان سيركل إي إر دان ديسك دونك غنبداو بالبيغيمتر دان سيركل اللي هو محيط الدائرة donc périmètre d'un cercle est donné par la formule suivante donc باش نحسبو البيريمتر ولا المحيط ديال الدائرة ديالنا فإننا نستعملو هاد القاعدة هادي اللي هي P نسبة إلى البيريمتر الحرف الأول من البيريمتر إيكال 2 فوا P فوا R يعني البيريمتر المحيط يساوي 2 في 3.14 في R اللي هو الشعاع ديال الدائرة اللي تعطيونا دونك دابا ندوزو لاغ دان ديسك اي بور كالكولي لاغ دان ديسك اون يوتيليز لا فورميل سويفون اللي هي A ايكال P فوا R فوا R دونك A ايكال P فوا R فوا R A تساوي 3.14 في R في R ولا A تساوي P و R و C 2 داكوغ دونك هذا هو الدرس ديالنا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتعرفتوا على اشنو هو القرص واشنو هي الدائرة واشنو هما لي غولاسيون باش تنحسبوا البيريمتر و لا نتمنى لكم النجاح والاستمرارية في بون كوراج